أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. سجن كبير بين جوني وأنطلياس والسبب قسطلومية. ما هو مصير المخطوفين اللبنانيين بعد سيطرة القاعدة على أعزاز؟ الرئيس الأسد يتعهد تسليم الأسلحة الكيميائية. إصلاح خط جر المياه من الضبي باتجاه العاصمة يشل حركة السير في المنطقة ويحتجز المواطنين في سياراتهم على الأوتوستراد الساحلي. ساعة من دبي بعدنا ما وصلنا على جالي الديب، يعني إذا أصل مي وهالقد عجقة ما بعرف غير شو معقول يصير بالبلد. لم تستطع هذه الفتاة أن توصل والدتها إلى المستشفى في الموعد المحدد بسبب زحمة السير الخانقة. الازدحام بدأ من المسلك الغربي لأوتوستراد جالي الديب ليصل إلى الزوق، فيما غصت الطرق الفرعية الداخلية في أنطلياس بسيارات من حاولوا تجنب الزحمة فعلقوا بدوامة أخرى. أما سبب الزحمة فهو تعطل قسطلي مياه كان كفيلاً بتعطيل حياة الناس اليومية. الأزمة المستجدة مع كل أشغال صيانة لم تستطع الدولة بعد إيجاد حل لها. هذا أصدر ماي بغزة بيروت كان مكسور، بلشنا مبارح الظهر لازم تنتهي الجمعة عشية أو السبت الصبح. وفي الانتظار هذه هي حال المواطنين. معقولة أنا يعني تاكسي وبدي اشتغل من الصبح لعشية لطلع لها 20,000 بعد عجلة السير؟ ما بصير هيك. ما بتشوفي بوليس سير على الطريق، العالم وقتها عم بتضيعوا على الطرقات وعم تحرق بنزين والأزمة عم تكوي الناس. أما هذان العاملان فجلسا فوق إحدى قنوات المياه وهما يعرفان تماما أن بانتظارهما الكثير من الحفر في لبنان لطمرها. مخطوفو أعزاز بخير بعد سيطرة عناصر من القاعدة على أعزاز، الأمر الذي دفع بتركيا بحسب مسؤول تركي لوكالة رويترز إلى إغلاق معبر أونكوبينار الحدودي مع سوريا. كان لخبر سيطرة مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة لتنظيم القاعدة على مدينة أعزاز وقع الصاعقة على أهالي المخطوفين اللبنانيين في تلك المنطقة القريبة من الحدود التركية السورية. بالنسبة إلى الأهالي أصبح الوضع أكثر غموضا وتعقيدا والمخاطر على سلامة الزوار ازدادت، ومنذ شيوع الخبر وهم يجرون اتصالاتهم محاولين معرفة مصير الزوار. الحمد لله طمنونا أنه هن محل ما موجودين المخطوفين بعاد وكلهم بألف خير. نعم، الاتصال حصل مع مين أستاذ عوض؟ ما في سميه لأنه ممنوع بيخربوا له بيته. يعني من أحد الخاطفين، مع أحد الخاطفين؟ من أحد الخاطفين اللي كان حدث معنا. هو حتى الصبح معي في 10 سنة عم بيحكي عم بيقول لي عم بيأكد لي في ثلاثة بدهم يطلعوا قريبا. قلت له سمي، قال لي ما بسمي لا، بس في ثلاثة إنه عم يحكوا فيهم بدهم يطلعوا. المخطوفون في مكان آمن لم يكشف عنه الخاطفون، هذا ما سمعه الأهالي، ولكن لا شيء مؤكدا خصوصا لعدم وجود أي خبر عن الزوار التسعة منذ أشهر، وهم لا يصدقون تطمينات هذا الخاطف، لا بل يخشون إن كان الزوار في مكان آمن على الحدود أن يكونوا ضحية الصراع الدائر بين الجهاديين والجيش السوري الحر، خصوصا إذا وقع الزوار في قبضة المجموعات المتشددة. فيما وصل مجلس الأمن مشاوراته بخصوص مشروع قرار يتعلق بالكيميائي السوري، تعهد الرئيس الأسد تسليم الأسلحة الكيميائية في وقت دعا الحلف الأطلسي إلى إبقاء الخيار العسكري مطروحا. بالنسبة إلى الرئيس بشار الأسد لا حرب أهلية في سوريا، بل حرب من نوع جديد يشارك فيها عشرات ألاف الجهاديين، غالبيتهم بنسبة 80 إلى 90% من تنظيم القاعدة وفروعه، عدا عن كونهم من أكثر من 80 جنسية. مصراً على أن مسلحي المعارضة وليس القوات النظامية هم من شنوا الهجوم الكيميائي في الغوطة، أكد الأسد في لقاء مطول مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وهو الثاني له مع شبكة تلفزيونية أمريكية في أقل من شهر، أكد التزامه الاتفاق الأمريكي الروسي القاضي بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية واستعداده لتقديم لوائح بالأسلحة في أي وقت، لكن المسألة معقدة فنياً للغاية ومكلفة جداً، عدا عن أن إتمامها يحتاج إلى سنة على الأقل. It's about 1 billion. It's very detrimental to the environment. If the American administration is ready to pay those money and to take the responsibility of bringing toxic materials
to the United States. Why don't they do it? الأسد الذي رفض التعليق على تقرير الأمم المتحدة قبل درسه ختم اللقاء مخاطبا الرئيس الأمريكي بالقول استمع لشعبك هذا يكفي. هذا الرئيس الأمريكي الذي يسعى مع بريطانيا وفرنسا إلى إقناع روسيا بمشروع قرار يرمي إلى ضمان أن يكون الاتفاق الأمريكي الروسي في جنيف والقرار الذي سيتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملزما تحت الفصل السابع، الأمر الذي ترفضه موسكو على اعتبار أنه يترك الباب مفتوحا أمام عملية عسكرية ضد حليفها السوري، خيار يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي من الضروري أن يظل مطروحا في التعامل مع الأزمة السورية حفاظا على قوة الدفع في العملية الدبلوماسية والسياسية، في وقت أعلن وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمليوني يورو لتتمكن من القيام بما وصفها بالمهمة الهركلية في سوريا التي أكدت المنظمة إظهارها كل النوايا لتنفيذ متوجبات الانضمام إلى عضويتها. أمنيا، ضبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليلا قنبلة يدوية في حديقة منزل في حلات جبيل محاذية لغرفة السوري موسى مصطفى إبراهيم الذي كان قد قضى من جراء انفجار عبوة ناسفة بين يديه منذ يومين في حلات. وحضر إلى المكان الخبير العسكري في قوى الأمن الداخلي وعمل على نقل القنبلة وبشرة تحقيقات لمعرفة الملابسات. الأمطار الأولى في عكار تجتاح خيم النازحين السوريين. لا شك أن الشتاء قاسيا جدا بانتظار سكان الخيم من النازحين السوريين، فعلى الرغم من تحرك المنظمات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة بهدف معالجة أوضاعهم قبل بداية فصل الشتاء، إلا أن واقع الحال بعد هطول الأمطار الأولى يظهر صورة مختلفة في عكار. عم بقولوا جيبوا لنا خشب نسوي بيوتنا. شايف الوح اللي قاعدين فيه، شايف الوسخ اللي قاعدين فيه، كلها امراض. هاي اول شتويه هون من طالع لبنان. عم شوف هون المي الزحمة كنا سوريا فرحانين. هيك عايش، شوف الاولاد. شوف الخيام. والله تبهدلنا وتبهدل اغراضنا كمان. الأمطار والوحول التي اخترقت هذه الخيم الهشة والعشوائية وطالت كل مقتنياتها حولت الواقع الصعب للاجئين إلى مأساوي. ما عم بيخلونا مطرح نهدي، بنرحل من هون وبننزل هون، ما بيخلونا. احنا بردانين، بدنا مساعدة منكم من الله كمان. أمطار قليلة نسبيا وخلفت كل هذه الأضرار، فهل يتحرك المعنيون قبل مجيء العواصف والسيول؟ الأمطار أيضا ولدت خشية لدى أهالي المناطق المحاذية للنهر الكبير الذين رفعوا الصوت خوفا من فيضان النهر مجددا هذا العام بسبب الردم من الجانب السوري. لا سمح الله تعالى إذا صار فيضان مثل بقية سنين مثل 2003 كارثة أيضا. هو تحذير باسم أهالي القرى والبلدات الحدودية في سهل عكار إلى من يعنيه الأمر في الدولة اللبنانية، تحذير لتفادي تكرار مآسي الأعوام الماضية لجهة فيضان النهر الكبير الذي يغرق سنويا مئات الهكتارات من المساحات الزراعية ويغمر القرى والبلدات في منطقة سهل عكار. هم طالبوا أيضا بإنشاء ساتر ترابي لحماية الأراضي الزراعية أسوة بالجانب السوري. السنة هذه تحديدا ما حدا نطلع بهالنهر هذا وجا ينظف مجرى النهر اللي دائما بيتعرض للفيضانات بسبب الموجودات اللي فيه، ما يسمى بأجر البطة سابقا. بأيام الفيضانات بارتفاع منسوب النهر بيفوت بالأراضي وبيطلع على المنازل المواطنين وبيسبب ضرر كبير. والأخوة السوريين هون رفعوا الساتر الترابي بشكل كبير السنة حوالي 12 متر يعني علو، عرفت كيف؟ هذا اللي صار بخوف يعني، المي صارت محصورة حصرا بالأراضي اللبنانية. مختار قرية حكر الظاهري لفت أيضا إلى أن موسم الصيف كان حارا جدا، ما يدل على أن موسم الشتاء سيكون قاسيا وسيشهد أمطارا غزيرة. إذن أهالي سهل عكار دقوا ناقوس الإنذار، فهل من سيسمع؟ الجواب بعد بضعة أشهر. تتابعون بعد الفاصل. أهالي التبان يرفضون دفع رسم التسجيل في المدارس الرسمية. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جان أهوجي على الخطوات والتدابير التي تتخذها القيادة لضبط الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار في الداخل وعلى الحدود. وعرض سليمان مع النائب بطرس حرب
أجواء الاتصالات السياسية الجارية، وتناول رئيس الجمهورية مع السفير الأمريكي ديفيد هيل العلاقات الثنائية والتحضيرات لانعقاد مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي ينعقد في بيروت. وفي قصر بعبدة، النائبان وليد جنبلاط وطلال إرسلان في زيارة شكر على التعزية بوفاة مي إرسلان جنبلاط، وكان اللقاء مناسبة أيضا للتشاور في التطورات السياسية والأمنية. جنبلاط وإرسلان زارا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني للشكر على التعزية، وجرى البحث في التطورات المحلية والإقليمية. رأى السفير الأمريكي ديفيد هيل عقب لقائه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور أن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان يشكل تحديا جديا لناحية كيفية التعامل معه من الناحية الإنسانية والحفاظ على استقرار لبنان في الوقت عينه. وأعرب هيل عن تفهمه إمكان تأثير اللاجئين على النسيج الدقيق للمجتمع اللبناني، مشددا على أهمية دور المجتمع الدولي للمساعدة في التعامل مع الوضع الذي أصبح خارج إمكانات لبنان الذاتية. دعا السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين عقب لقائه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية على أساس مؤتمر جنيف، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لتطبيق قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا. يجب على المجلس الأمن اتخاذ القرار تأييدا للنشاط هذه المنظمة في من كافة النواحي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه هناك يجب مواصلة الجهود في سبيل بدء التسوية السياسية في سوريا. بنتيجة التقصي والتحريات حول عملية خطف السوري أحمد العزب في 9 من أيلول الجاري في تعنايل في البقاع، تمكنت دورية تابعة لمديرية استخبارات الجيش في محلة عميق في البقاع الغربي من توقيف 3 أشخاص على صلة بعملية الخطف، 2 منهم من التابعية السورية والثالث لبناني حسب ما أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه. ويستمر التحقيق مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين وتحديد مكان المخطوف لتحريره. أمنيا أيضا، قطع أهالي بلدة المسعودية في عكار الطريق الدولية بالعوائق احتجاجا على تعرض أحد أبناء البلدة حسين ماما للضرب من قبل شبان على طريق عام البداوي طرابلس، وطالب الأهالي الدولة بأجهزتها المعنية بحماية المواطنين على الطرق ومعاقبة الفاعلين، وقد عمل الجيش لاحقا على إعادة فتح الطريق. وفي طرابلس، قطع عدد من المواطنين أوتوستراد التباني في الاتجاهين قرب مدرسة دار السلام، مطالبين الحكومة بدفع رسوم التسجيل في المدارس الرسمية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. جال وزير الطاقة جبران باسيل على بصليم والحزمي، حيث جرى استبدال العدادات الكهربائية بعدادات ذكية، وهي خطوة تأتي ضمن مشروع لاستبدال العدادات في كل لبنان في 18 شهرا. باسيل الذي أكد أهمية هذه العدادات لناحية وقف الهدر والسرقة، شدد على أهمية تعاون كل الأفرقاء السياسيين لتنفيذ هذا المشروع. حيصير في عندها أدرية كهرباء لبنان من المركز، تشوف كل عداد شو عم بيصرف بلحظته، إذا في فتح لعداد بيقدر ينعرف دغري وبتنقطع الكهرباء، إذا في سرقة عم بتصير دغري بتنكمش وبتنكشف. وهيدا قلتها قبل أنا، هيدا سلولير لبنان بالكهرباء، هيدا سلولير الكهرباء. مثل ما السلولير ما في هدر وما في سرقة وفي مداخيل عالية عم تتأمل للدولة اللبنانية، هيدا بيخلي كهرباء لبنان توقف الخسارة. انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني صباحا جثة الشاب اللبناني عصام ناصر الدين البالغ 16 عاما من البحر مقابل شاطئ الأوزاعي بعدما تقذفته الأمواج قبل 24 ساعة، وقد نقلت جثته إلى الشاطئ حيث سيكشف عليها الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، علما أن فرضية الغرق هي المرجحة. تتابعون بعد الفاصل، معارك الجيش المصري مستمرة ضد الإسلاميين.
أغلقت السلطات المصرية فترة وجيزة عددا من خطوط مترو القاهرة بعد الاشتباه بعبوتين تبين لاحقا أنهما لا تحويان مواد متفجرة. على صعيد أمني آخر، الجيش المصري يقتحم منطقة كرداسة التي كان الإسلاميون يسيطرون عليها. على وقع أصوات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، دخل الجيش المصري إلى بلدة كرداسة قرب القاهرة لتطهيرها من العناصر الإرهابية بحسب ما تقول السلطات المصرية. حشود عسكرية راجلة وآلية ترافقها المروحيات من الأجواء قبلتها تجمعات شبان البلدة. أما التلفزيون المصري فاختار بث هذه المشاهد على وقع هذه الموسيقى. وأفادت الشرطة المصرية أن مساعد أمن الجيزة اللواء نبيل فراج قتل خلال العملية، مع العلم أن كرداسة سبق وشهدت مواجهات عدة بين أنصار الإخوان المسلمين والقوى الأمنية على إثر خلع الرئيس محمد مرسي. وفي المغرب، اعتقال صحفي على خلفية نشر فيديو يتعلق بالقاعدة. هذا علي أنوزلا، صحفي مغربي ورئيس تحرير موقع لكم الإلكتروني. الثلاثاء الماضي اعتقلت السلطات المغربية علي من منزله على خلفية نشر موقعه خبرا عن شريط مصور لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحت عنوان المغرب مملكة الفساد والاستبداد، شريط يتضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بحسب النيابة العامة المغربية. أي جرح في فؤاد المجد غائر. والفيديو الذي بثته القاعدة في الأول من شهر أيلول يمتد على 41 دقيقة، وهو أشبه بوثائقي يتضمن دعوة لرئيس التنظيم أبو مصعب عبد الودود إلى الشباب المغربي للقتال ضد الملك. يا شبابنا، انهضوا لنصرة دينكم وكتاب ربكم وإنقاذ أمتكم من درك الهوان، فالسعادة كل السعادة في الهجرة إلى الله تعالى. منظمة Human Rights Watch استنكرت اعتقال أنوزلا، مؤكدة أن تغطية ما يقوم به تنظيم القاعدة هو جزء من عمل أي صحفي، منتقدة خلط السلطات المغربية بين التغطية الصحفية والتأييد. أما الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان فانتقد اعتقال أنوزلا، مبديا تخوفه من أن يكون توقيفه جزءا من حملة يتعرض لها الصحفي بسبب آرائه ومحاولة لتصفية حسابات سابقة مغلفة بقضية شريط القاعدة، كما طالب الائتلاف بإطلاق سراح أنوزلا فورا. وأمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نظمت وقفة احتجاجية للتنديد أيضا باعتقال أنوزلا. يمهد تقارب روحاني أوباما ورسائل طهران الانفتاحية لحل سلمي للملف النووي الإيراني. في أول مقابلة له منذ توليه رئاسة إيران وقبيل حضوره إلى الأمم المتحدة، حمل الرئيس حسن روحاني رسالة واضحة لأمريكا والغرب: إيران اليوم غير إيران أحمد نجاد. فأكد الرئيس الإيراني في مقابلة مع شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية بثت الأربعاء أن بلاده لن تسعى لامتلاك سلاح نووي. We have time and again said that under no circumstances would we seek any weapons of mass destruction, including nuclear weapons, nor will we ever. ورحب الرئيس الإيراني باللهجة الإيجابية والبناءة التي تضمنتها رسالة أرسلها له نظيره الأمريكي باراك أوباما عند انتخابه. كل ذلك يأتي بعدما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها تشكك دوما بنوايا برنامج إيران النووي، وسبق وفرضت عقوبات اقتصادية عليها عانى منها الشعب الإيراني. وكانت إيران دخلت في مفاوضات مع القوى الدولية، لكنها لم تصل حتى الآن إلى حل للنزاع. ويبدو أن الأيام الأخيرة حملت معها بوادر انفراج، فقد سبق تصريح الرئيس الإيراني موقف للرئيس الأمريكي باراك أوباما أبدى فيه إيجابية باتجاه حل دبلوماسي، وذلك في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء. وفي المقلب الإيراني أيضاً كان لافتاً هذا الأسبوع موقف للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، والذي يملك القول الفصل بالسياسة النووية أنه مستعد لإبداء مرونة في الدبلوماسية. فهل تكون هذه الليونة في المواقف بداية تغيير في مسار العلاقات الإيرانية الأمريكية، وبالتالي بداية حل سلمي للملف النووي؟ ختام النشرة، إلى اللقاء.